بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل مرسي من مدينة الناظور، حيث ما يسمى مشتوار ما كان غدي شارع عم خامي زيروست تندين تان الناظور نوز دنهارا ما حدثوا من سيور شوتخ فيروس كورونا. كما هو معلوم بأنه السلطات المحلية لإقليم الناظور السلطات الأمنية تخدج مجموعة من الإجراءات الصارمة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. هنا تعاودي جنحاش نغنيت نلاحظي ديت الناظور بأنه السلطة المحلية ذنيتي تاخذ مبادرة حاسمة من أجل الضرب يدي من حديد مارين ويتقبل الكمامة. المعلومة في غانغ بأنه الفيروس كورونا إذا هاد ذي النظار خويب ذي انتشر شوية زي المناطق، علما أنه إذا نت مفاريض نت هاد بؤرة ذي حي المطار ذي منطقة قناة البساتين إج العمارة قناة البساتين ودار بيشني مثلا الحالة الدينية. رخو السلطة المحلية ذي النظار تاخذ إجراءات صارمة من اجل مره يوذن اذل تازمنس الاجراءات الدوله المغربيه ارتداء الكمامه، والمخالفين مش نزريض ضد الدائره الامنيه الثانيه توجد بالمقربه منها سي زهير ولا ممكن ما حد تنظر الكاميرا اقنغطى في الدائره الامنيه الثانيه. اذ نات السلطه الامنيه تسبد التصني وذن تحرر في حقهم مجموعه من المخالفات كما هو معلوم بانه 300 درهم يتخدص نيوذن ونوقين كمامة زين من برا بلا حدود. نصح غيوذن تشاسني النصيحة أرجوكم بأن الوباء موجود، الفيروس موجود، حفاظا على أرواح المواطنين العائلات النغض تاروان النغض الوالدين النغض الأصدقاء النغض انت تاس غوذن ارتداء الكمامة وشكرا لكم.